لا تعطي من أذاك، سيؤذيك من جديد، صدقني. حتى لو أتاك معتذرا عن كل الخيبات التي زرعها في صدرك، سيؤذيك. من يرحل تاركا في قلبك وجعا لا يعود لك إلا ليرضي غروره بك. هو لم يغب لمدة وعاد بعدها، ليس لأنه عانى في بعدك، ولكن لأنه عاش جهود الآخرين فجاء ليرضي نقصه بطيبتك. لا تسمح بعودته، أرجوك لا تفعل. لا أحد يتغير. سيبدأ معك البداية الجميلة وسيعود بعدها لعادته. سيرضي نفسه من جديد بأذيتك، وستعيش الوجع وجعين. خذها من آخرها، ستتعرض للوجع مرة أخرى. لا تسمح لأي شخص بأن يجعلك تعيش نفس الوجع مرة أخرى. أكمل طريقك، أحبب نفسك، أحبب نفسك جدا واعرف قيمتها. وسيسهل عليك أن ترخي راحة قلبك من كل شخص يؤذيك في مشاعرك، لأن الوجع الأول قدر والوجع الثاني قرار، أغبى قرار على الإطلاق.